نروح بقى لزميلتنا هنا ابو القاسم علشان نعرف اخبار بعثتنا، اخبار البطوله، اخبار الصحف العالميه قالت ايه عن كاس العالم للانديه. اتفضلي. ممكن بس طبعاً. الاول انا ارحب بهنا، يعني ازيك يا هنا؟ زي حضرتك يا كابتن. إيه؟ انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده في فقره الاخبار، وان شاء الله ننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بكاس العالم للانديه سواء للنادي الاهلي وكمان الانديه الاخرى المشاركه في المونديال. عندك اخبار كتير النهارده ولا نص نص ولا كتير ولا قليل ولا ايه؟ لا يا كابتن، عندنا اخبار كتير جدا زي ما قلت، خاصه بالنادي الاهلي وكمان الانديه الاخرى. طب يلا بينا، قولي لنا ايه الاخبار اللي عندك النهارده. اتفضل. خلينا نبدا بقى باخبارنا النهارده. ودكتور احمد ابو عبله طبيب الاهلي اعلن النهارده سلبيه المسحه الطبيه للمهندس خالد مرتجي امين صندوق نادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في الامارات، وكمان وضح ان المسحه الطبيه الثانيه والثالثه للمهندس خالد مرتجي طلعت سلبيه، وعشان كده خرج من الحجر الطبي اللي كان فيه. كمان نستكمل اخبار النادي الاهلي النهارده، مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي غاب عن تدريب الاهلي بعد ما طلعت نتيجه المسحه الطبيه بتاعته ايجابيه، عشان كده هو حاليا في العزل في فندق الاقامه وحالته مستقره، ما فيش اي اعراض. يعني طبعا بطمن كل جماهير النادي الاهلي، هو عمل مسحه طبيه جديده النهارده الصبح عشان يتاكد من نتيجه المسحه الاولى، ان شاء الله تكون سلبيه ويقدر يلحق بالفريق. خلونا بقى نروح دلوقتي لخبر متعلق بالحاوي وليد سليمان اللي وضح انه مبسوط جدا بالتواجد في المونديال الانديه، خاصه انها في بلد عزيزه على كل المصريين وهي الامارات، وده هيكون سبب في وجود دعم كبير طبعا جماهيري سواء من النادي الاهلي وجميع العرب. كمان كابتن وليد سليمان اتكلم النهارده وقال عاوزين نقدم عروض ونتائج قويه وافضل من النسخه اللي فاتت في المونديال، برغم طبعا الصعوبات والغيابات اللي بتواجه الفريق، لكن طبعا هم مش بيبصوا على اي ظروف، طالما بنمثل الاهلي لازم نقدم كل اللي نقدر عليه عشان نحقق بقى نتيجه تليق بينا وبالاهلي. وتمنى كمان كابتن وليد سليمان التوفيق لكل زمايله في المنتخب الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه والفوز بالبطوله الثامنه ان شاء الله. يعني يا كابتن اسلام، الحقيقه الاخبار بتبين قد ايه روح لاعبي النادي الاهلي كبيره جدا وان هم مستعدين بشكل قوي للمونديال. والله بصي سما، برضو انا شايف ان الاستعدادات على قدم وساق، النادي الاهلي او البعثه الرسميه اللي موجوده في الامارات وكل اللي موجودين في الامارات عاملين شغل رائع جدا الحقيقه. وخلاص احنا عندنا دلوقتي مجموعه اللاعبين اللي موجودين يا اسامه، وده مهم جدا يوصل للناس. اه طبعا عندنا 9 لاعبين مش هيبقوا موجودين ما بين الاصابات وما بين الكورونا وما بين كذا وما بين كذا، ولكن في النهايه زي ما الكل يعلم هو ما نخشاه بس يا كابتن اسلام الكورونا، يعني تحس ان اللهو الخفي. المهندس خالد مرتجي امبارح ايجابي، النهارده سلبي. بيتسو موسيماني يعني نتمنى ان شاء الله يطلع سلبي، محتاجينه طبعا في المباراه. نتمنى السلامه للعيبه كلها، محتاجين كل اللعيبه اللي موجوده تكون في افضل حال وافضل صحه، ان محتاجينهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني برضو هنا خلينا نكمل بقيه الاخبار اللي عندنا علشان الناس مشتاقه الحقيقه تعرف ايه اخبار بعثه النادي الاهلي. أكيد يا كابتن. خلونا بقى نروح للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، واللي عملت جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني، وحضرها طبعا جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالزي الرسمي للفريق. كمان نروح لخبر متعلق بكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، واللي اكد على ثقته الكبيره في لعيبه الاهلي وانهم هيقدموا ان شاء الله عروض مميزه جدا بتليق باسم النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كمان كابتن سيد قال ان الفريق قدم قدام تحدي كبير في ماتش مونتري بطل المكسيك، لكن اسم النادي الاهلي كبير جدا، يعني طبعا رغم صعوبه الظروف اللي الاهلي بيقابلها، لكن احنا بنلعب في بلدنا التاني طبعا الامارات، وجمهور الاهلي هناك كبير من المصريين والاماراتيين. كمان لسه مستمرين مع اخبار الاهلي، وهنروح لاكرم توفيق. يعني طبعا حابين نطمن جميع الجماهير الاهلاويه، طبعا اكرم توفيق خاض جراحه رباط صليبي النهارده. اكرم طمن طبيب الاهلي على حالته واخر مستجدات البرنامج العلاجي بتاعه اللي طبعا بينفذه دلوقتي اكرم، وواثق
في زمايله في الاهلي وانهم قادرين ان هم يقدموا ماتشات كبيره جدا في المونديال، وكمان قدم كل الدعم للعيبه الاهلي ان هم بيمثلوا مصر ويحققوا نتيجه طيبه ويفوزوا بميداليه افضل من السنه اللي فاتت. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. هم طبعا كمان اكرم توفيق اكد دعمه الكامل لكل زمايله في المنتخب الوطني، وان المنتخب ان شاء الله يفوز في ماتش امام الكاميرون ويوصل للنهائي ويحقق كمان اللقب. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في مباراه غدا يا كابتن. لسه كنا بنتكلم في الامر ده، مباراه هتبقى صعبه جدا الحقيقه جوه الملعب وبره الملعب، ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان نتكلم بقى عن تدريبات النادي الاهلي. لاعبي الاهلي خاضوا جلسه تدريبات بدنيه في الجيم بفندق اقامه الفريق بابو ظبي، وذلك طبعا تحت اشراف كابيلو مدرب احمال الفريق، واللي استمرت لمده ساعه، وذلك بعد عصر اليوم الاربعاء بمقر بعثه الفريق بابو ظبي في الامارات. كمان نروح بقى لمستر بيتس وموسيماني مره اخرى، المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، عقد محاضره فنيه النهارده مع اللاعبين عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، وده طبعا بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجه المسحه الطبيه الثانيه. طبعا عمل الفيديو كونفرنس لشرح العديد من التقنيات الفنيه والخططيه باستخدام زي ما قلت الفيديو، كمان لمواجهه الفريق اف سي مونتيري بطل المكسيك وقاد المران كابتن سامي قمصان المدرب العام. نروح كمان لميشيل يانكن مدرب حراس مرمى الاهلي، اللي اكد ان الفريق تاهل للمشاركه في كاس العالم للمره الثانية على التوالي عن جدارة واستحقاق طبعا بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وقال إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين للظهور بشكل مميز والمنافسة من أجل تحقيق إنجاز جديد على الرغم من الظروف الصعبة طبعا اللي بيواجهها فريق النادي الأهلي. عجبني قوي يا كابتن إسلام ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي. محمد الشناوي موجود مع منتخب مصر دلوقتي، لكن عندك علي لطفي، عندك مصطفى شوبير، عندك حمزه علاء اللي شفناه في اخر حمزه قدم مباراه كويسه قوي في اخر مباراه للنادي الاهلي. شفنا او يعني ممكن نشوف في المستقبل اصغر لاعب في البطوله مواليد 2003 مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2003 ده اصغر حارس موجود معاهم في البطوله. يعني نتمنى لهم كل التوفيق، عامل شغل اكثر من رائع ميشيل يانكوني مع حراس مرمى النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها. يعني خلينا نبص للنقطه الايجابيه اللي تدي دفعه للاعيبه. النهارده علي لطفي كان موجود في كاس العالم للانديه السابقه، رامي ربيعه سبق ليه انه شارك قبل كده، ياسر ابراهيم اشترك، علي معلول كان موجود في البطوله السابقه، اليو ديان كان موجود. انا بتكلم على عناصر اساسيه، محمد هاني كان موجود، حسين الشحات كان موجود وشارك واحرز هدف، طاهر محمد طاهر شارك، محمد مجدي قفشه. فالنهارده انت عندنا برضه عناصر اساسيه. انا عايز اللعيبه دايما تبص للنقطه الايجابيه. احنا ناقصين، لكن ان شاء الله عندنا رجاله تقدر ان شاء الله تصنع المستحيل في البطوله. انا دايما ببص للنص الكوب المليان زي ما بيقولوا، لكن عندنا صعوبات وعندنا كل حاجه، ولكن عندنا اهم ميزه التيشيرت الاحمر. وجهه نظري ان التيشيرت الاحمر بالنسبه لي بيمثل شيء كبير جدا. احنا جربنا فانت انت ممكن جوه الملعب تحس باللي احنا بنقوله ده. والجمهور اللي جه الاستاد ايام لما كان الجمهور بيجي الاستاد والكلام ده كله حاسس بيعني ايه روح الفانيلا الحمراء. طبعا كل من لا يشجع النادي الاهلي مش هيحس بالكلام اللي احنا بنقوله ده، ولكن في النهايه انا بشوف ان روح الفانيلا الحمراء مختلفه. روح الفانيلا الحمراء بتدي باور زياده على الاقل جزء كبير، مش هقول كام في الميه ولكن جزء كبير. وجمهورك موجود معاك في الامارات بالظبط، هنشوف ان شاء الله تواجد جماهير كبير زي ما كان في البطوله السابقه في الدوحه، وكان ليهم تاثير كبير على النادي الاهلي يحرز الميداليه البرونزيه. ان شاء الله هيكون ليهم تاثير كبير، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق حاجه في البطوله. اتفضلي يا ان
ان شاء الله يا كابتن. طبعا نروح بقى لاخر اخبارنا النهارده، وضع منظمو كاس العالم للانديه في ابو ظبي بدوله الامارات العربيه المتحده اللمسات النهائيه على الملعبين اللي طبعا هيشاهدوا وهيكونوا جاهزين للبطوله قبل مباراه الافتتاح. وضربه البدايه ستكون بمواجهه الجزيره الاماراتي صاحب الارض والجمهور طبعا على استاد محمد بن زايد. يعني دي يا كابتن اسلام ويا كابتن اسامه كانت فقره اخبارنا النهارده. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا 11 راجل في الملعب، ونرفع بقى شعار طبعا الاهلي بمن حضر يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا هنا على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي خلال الايام القادمه. بشكرك جدا على كل هذه الاخبار.